عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يروى عن أحمد بن شعبة، عن أحمد بن شعيب أنه قال: كنا عند بعض العلماء بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكان في المجلس معنا رجل من المنافقين فجعل يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأوا بها أجنحة الملائكة. وإما كان الإنسان لا يخلو من أعداء وأصدقاء حيث كان، فسيدنا رسول الله كثر أعداؤه على كثرة صلته بالله عز وجل. وكل من سار على طريق الله ورسوله لا بد له من أعداء وأصدقاء، لكن قالوا له 10 أصدقاء ومئة عدو. فهذا المسكين قال: أنا بدي أحط بسامير بنعلي وأمشي على البسامير
عشان تعس على الأجنحة تبع الملائكة لحتى جرحون وما خليهون يمدوا أجنحتهم. كلام ما فات لعقله. واعتقد أن الكلام لا أصل له. ومن يعتقد بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له فهذا دليل على نفاقه. فظهر فيه النفاق. ومشى في النعلين فما زال في موضعه حتى يبست رجلاه ووقع فيهما الجرب. شالت الله بتخوف والله ما بتعاند، واللي بده يعاند الله دليله. أنا بدي دعس على جناح الملائكة وقامت يبست رجله ما عاد حركيت لا لفوق ولا لتحت، صارت رجله قطعة واحدة وطلع بيها حب والحب عم ينز وما إله دواء. هذا يا ترى لذاك الرجل فقط أو لنا جميعا؟ أنا ما لي علاقة بحدا، علاقتي بحالي. يوم من الأيام أنا بالدرس مر علي خاطر، الحمد لله يعني صرت أنا أتحدث والناس تسمع كلامي بعد ما كنت أنا سوا حمير، فالحمد لله الله أكرمني وعطاني صار عندي قدرات. وين الغلط؟ دخلت علي الأنا انه انا صار عندي شيء. والله سبحانه وتعالى مرات بيكون حسابه سريع فورا، ومرات بيكون حسابه بطيء يعني بيطول باله عليك بركي بتتراجع. فأنا عاملني بالسريع، أنا بالدرس سكر علي الكلام ما عطل معي كلام. كان عندي أحد أولادي قلت له بابا عود عنده كملهم الدرس بالكتابة على الورقة، وعدت أنا بالدرس. لكن أنا ممنوع من الكلام، ولو أردت أن أتكلم ما بيطلع الكلام من تمي ولا يمكن يسمعني أحد. اليوم الأول مرق، تلك الليلة مرقت، ثاني يوم لجأنا للطب،
طلع عندهم الأطباء خلاصة واحد مجموعة، قال لازم يغادر البلد بيروح لبلد ما حدا يعرف فيها ولا هو يعرف حدا فيها، ولمدة 3 أشهر لنرى ممكن أو ما ممكن، يعني حساب الله مع هذاك المتحدي، حساب الله مع كل إنسان منكم ومن المسلمين ومن غير المسلمين، حساب الله دقيق، لكن في ناس بيكون الحساب معهم سريع، في ناس بيكون الحساب معهم بطيء، والله سبحانه وتعالى أعلم وأخبر كيف يأتي بعذابه لعبده. بذاك الوقت أنا فقير، ما عندي قدرة استأجر سيارة وروح أعدي بإرني بعيدة ما حدا يعرفني ولا أعرف حدا، فاليوم الثالث نمت بالنهار، ما كان إلي عادي نام بالنهار أبدا، نمت بالنهار كل ما يفيئوني إلهم تركوني، وقالوا إنه مكتوب على ورق الخيار هاللي بينام بالليل يصحى بالنهار واللي بينام بالنهار يصحى بالليل. فبعد صلاة العشاء ما عاد في نوم، أوحيت للجميع إني أنا رح أنام، ناموا كلهم. بعد ما أمنت إنه كلهم ناموا فذيت انسحبت ورحت توضيت وصليت ركيعات. أنا ما بحكي، إذا بدي أحكي بالإشارة أو بالكتابة، ما سكر الباب. فبنهاية الصلاة آخر سجدة صرت خبص، اشتغل البكاء، اختلط الدموع مع البصاق مع الأنف، ما عاد عرفت وحدة من وحدة، كأني أنا فقدت الوعي وأنا عم بترجى. بخيلك يعني من حيث الظاهر سكرت الباب، ما تبي غير بابك. فقلت له إذا أنت بدك يعني هيك أنا راضي، وإذا أنت بدك يعني غير هيك فأنت تصرف، أما أنا ما بملك شيء وأنا معترف بغلطي إني أنا صرت فهيم. أنا فهيم حمار بفهم أكثر مني، فاعترفت بخطئي الذي ظهر إنه أنا صرت فهيم وصرت أعرف أحكي، ما عاد فهيم ولا عاد أعرف أحكي ولا عاد أفهم شيء، وأنا صفيت آلي بين يديك تتصرف بي كما تريد، فأنت بدك يعني يحكي بحكي،
لك يعني ما أحكي ما بحكي. رفعت بئر التسليم وسلمت القيادة المطلقة. أذان الفجر، غسلت وجهي، توضيت وجيت على الجامع، وإذ واحد بيسألني: خير إن شاء الله؟ شو صاير معك حتى عيونك كلها لد حمر؟ وقامت طلعت معي إنه اللي بيقرب بيصير معه هيك. شلون طلعت معي الكلمة؟ ما بعرف لحد هلا، ما بعرف شلون طلعت. واحد تاني قال لي: السلام عليكم. قلت له: عليكم السلام. شلون عم بحكي ما بعرف. وانطلقت وبقيت في الانطلاق إلى هذه الساعة. أنا اليوم ما ناوي أعمل درس، لأن اليوم فعلا أنا مقرب وصوتي مو طالع، لكن تعلمت أني ما أتخلى عن أمر بمصلحة المسلمين ولرضاء الله عز وجل مهما كلف الثمن. أني أترك ما بترك. ممكن أحكي معكم كلمتين وأعتذر وانسحب، ممكن، لكن شايف حالي والله يعني هلأ أحسن من أسم بدأس في هيك شعور. هلأ صار أحسن من وقت بدأت. هو يحب يطالع الصوت، يحب ما يطالعه. ما في أجمل ولا أكمل من الاستسلام والتسليم للملك العلام. فنحن طلعنا بنتيجة: ما من رجل ولا امرأة يتوجه إلى الله إلا وأن يظهر له الأخصام والأعداء. بالبديهة فالرجل أراد أن يتحدى، فأجت الإرادة يبسته بأرضه. وأنا عملت حالي فهيم يعني أنه نصدع البحكي، وأم سكر علي الطريق. ما عاد أحسن أحكي ولا كلمة، ولا أعطوني كاسة مي، خلاص تذكر اكتب بالورقة أعطوني كاسة مي. فالعظيم الجليل الكريم لا يبخل على عبده إذا كان العبد مستقيما معه، وإذا أعرض العبد عن الله بيطول باله عليه. 50 سنة بعد 50 سنة بينتقم منه. 50 سنة الله بيطول باله على العبد وهو متمادي في الباطل، ومرات من أول وحدة بلشوا بحطه على جنب. فكلكم معرضين لانتقام الله عز وجل، وكل منا يجب أن يرجع إلى الوراء قليلا. اليوم جيت على الجامعة، بس امبارح شو سويت؟ وقبل شهر شو سويت؟ وبالشهرين شو سويت؟ كل إنسان يراجع حساباته، إذا شاف فيه غلط يصلح الغلط،
وإذا العبد صلح الغلط فحضرة الله عز وجل يلي سجده بمحيه، اللي سجلوا عليك بمحي لك يا إذا رآك صادقا فيما تقول. وإذا شابك عم تعمل حوصتي لوصتي بيطول باله عليك بيبعت لك العصاية تبعه. والله ما في شيء مثل برحة، بس عنده عالي الأسيدوريك صايرة المفاصل الصغيرة عنده ما عم تتحمل، لأنه عنده الأسيدوريك عالي اللي اسمه حمض البول. بيرجع للأطباء بيعطوه أدوية وأحسن دواء بيعطوه لهذا المرض زيلوريك. الزيلوريك كل حبة إذا ما بياخذ معها 4 كاسات مي الحبة نفسها بتعمل له بحصة بالكلوة. ما بيعرف شو نساوي بحصة بالكلوة؟ قال والله بدها تفتيت. بيروح لفتت البحصة 3000 ضربة، ما عاد يحسن يتحمل، بيعطوه مخدر بيخدروه له يحسن يتحمل 3000 ضربة لحتى تفتت البحصة وتصير رمل وتطلع مع البول. بيغنيك عن 3000 ضربة تعترف بذنبك بين يديه وتعلن التوبة بينك وبينه وما بتاكل ولا ضربة. أنا اللي عم بحكي لك صدقوني، جربوا كل منكم إذا بيعرف عليه ذنب صغير أو وسط أو كبير يعلن توبة بينه وبين الله وما يسمع غير الله، وشوف النتائج. هل النتائج تكون لمصلحتك أو تكون النتائج ضد مصلحتك؟ عملوا تجربة، جربوا الله. وقال من جرب المجرب كان عقله مخرب. الله بيتجرب. أنا عندي يقين إذا أنا غلطت مع مخلوق ما تلك الليلة ما بنيمني الليل، شو سويت؟ بدك تروح تعتذر من هاللي انت اخطأت معه لحتى نخليك تنام بالليل. يا جماعة والله بنهار ما لي نايم، الآن بالليل ما بعرف شو صار لي، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم رابع يوم خامس يوم عم بقلق بالليل ما بعرف شو صاير لي. فالآن ليلة نهار ما عم بيجيني نوم، وهو اللي ما عم بيخليني نام لغلط وقعت به، فبعترف بالغلط راحت هي بهي. مين منكم إذا غلط بعترف بالغلط؟ بهالسفرة عدة مرات صارت معنا، واحد أو اثنين أو ثلاثة
الرحلة كلها بغط، كل البشر قاعدة بالباص عم تستنى لا يرجع لا يمكن الباص، تركنا ساعة منقوعين وإجا. لك أخي شلون هيك تركتنا ساعة منقوعين؟ ليش شو صار؟ خربت الدنيا؟ وإذا تأخرت أنا يعني شو بصير؟ لا يعترف بغلط ارتكبه. واحد منهم غرق، حكوا معه قلنا يا جماعة اتركوه خلي الله يحاسبه، لا حد يحكي معه، اتركوه لالله خلي الله يحاسبه. حجي مع الحجاج شو بده يجي الحساب؟ نازل من الباص قلع كعب الشحاطة بالدرجة، وقع على الأرض، أخذوه أسعفوه ورجعوه يقاب شيء 4-5 ساعات بالإسعاف، فقد موقف عرفات. الله الله عظيم، ولما الإنسان بيتحدى الله بيعرف شلون بيأدبه. لكن مع كل هذا قال ايش وصاني يعني يدرعني موقع عرفات، انا جاي من بلدي لهون مشان لحد حج، يعني ما بكتب لي حجه لا بدي اكتب لي اياها. فانا ما بعرف بيجي الحساب عاجلا في آجلا بجي، الله بها عليم. فكل منا يحط حاله بميزان، لا تتعالى على مخلوقات الله. واحد قال أنا سفر بالليل ما بسافر، ليش؟ قال له نخاف نملة تكون طالعة من مكان إلى مكان، ادعسها برجلي ما حس تقوم تموت وأسأل عنها بين يدي الله. هذا عنده هالإحساس. واحد بيجيب شوية زيت كافي كرتون عن النملات بقول النملات بيموتوا وما عاد يطلع من الوكر ولا نملة. اثنين نفس الإحساس. خلينا نخلص من هون. حكى لي واحد يبدو أنه من المقربين، هذا الإنسان غلط غلطة فحسب حاله على غلطه، سهي لما غط من نومه سمع واحد عم يحكي له
أقول له نحن سامحناك بالغلطة لكن ما رح نسامحك بتعاليك على زيد من الناس. إجا لزيد يعتذر منه، قال له ليش تعتذر مني؟ قال له لأني أنا غلطت معك. قال له أنا ما سجلت عليك شيء، اعتذر من اللي هو بيدافع عني. قال أصيب بمرض ما، بكى وتضرع إلى الله واعتذر من الله من ذنبه فشفي في ساعته. وين هي؟ لكن ديروا بالكم القميص الأبيض إذا دبانة وقفت عليه بتبين، أما القميص الأسود لو تلوت بالشحم والزيت ما بيبين. يلي منكم صافي وما عنده ما يشغله عن الله إلا الله، بخاف على حاله من نقطة سودة تكون بتوبه. أما المشحر اللي شغل بالميكانيك إذا وقف عليه فراشة ما بحس ولا بتعمل علام لا واعي سود. فكل واحد منكم يدير باله على حاله. أوعيك يعني قلبك أسود ولا أبيض؟ إذا كان أبيض مضيء معناها تتأثر بنسمة هواء إذا طلعت بيعلى عليه شوية غبرة. أما إذا كان لابس ثوب تبع الميكانيكي الأسود اللي صاير مثل الخشبة قاسي قد معبى شحم وزيت ما بتتأثر بنسمة الهواء إذا طلعت. وكل وسخة تنظيفها على حسبها. إذا نقطة شغلة على الأواعي البيض بيعمل لها هيك الواحد بيمشي حالها. أما إذا كان واحد إيديه سود من الزيت المحروق والشحم عمل لي هيك، هي بتنضب بالنبضة. فكل منكم يدير باله على حاله. وسخك قديش وغسل وسخك، لا تخلي وسخك يزيد وسخ اغسل الموجود حتى تشعر بوسخ تاني إذا دخل عليك. وسخ الأواعي إذا واحد عم يأكل زيت وزعتر ونقط الزيت على أواعي بفشي بس بينغسل ما إيه؟ أما إذا كان إجا بده يشعل الحمام ونفض الحمام على أواعي البيض صاروا كلهم سود، هذا يا ترى من مسيح؟ والله يمكن إذا انغسل الثلاث مرات ما بيروح منه سواد. كم سواد معلم؟
الصابون تبع الأواعي، أنواع الصابون كثيرة، في صابون سائل، في صابون جامد. أما الصابون التي تغسل الذنوب هي دمع العين، دمع العين كالأسيد يحرق الذنوب. والاعتراف بين يدي جبر السماوات والأرض. لكن الذنوب ما هي؟ احكينا شيء عن الذنوب لنعرفها. كان إلي بنت من بناتي، أين تطرح ما تسلقه، تصرف تصرفات مجانين ما بسوها. هاي شو سويت أنا؟ حكيت واقعة، لكن الواقعة شو اسمها؟ غيبة. في غيبة مني على بنتي؟ نعم، الغيبة لا تعرف القريب والبعيد والصغير والكبير، غيبة اسمها غيبة. أبمزح مع جارتي، مع رفيقتي، عندي خبر، انت ام محمد الحموي عن خبر شو صار؟ دريتي انه ابوكي مات؟ ما عندي خبر انا. اي مات ابوكي، روحي على البيت. رحت على البيت لقيت ابوه موجود. شلون تكذب علي؟ اي انا عم مازحي، بتشوفك شو بتساوي. هي تسجل عند الله ولا ما له وجود؟ أنا معتاد ألبس لباس خاص، لكن تغلبوا علي رفقاتي. إيه عيب تطلعي هيك؟ إيه ما بيصير، لازم تلبسي بنطلون. بلبست البنطلون عيبوا علي، قال هذا بنطلون، هذا شريف بنطلون، بيكون على قد الجسم يعني مثل بيدون. فلبسته، بشعر البشر. هل أنا مؤاخذ بين يدي الله عز وجل أو لا؟ الحجابات ما عجبتني، بدي أعمل أنا حجاب خاص لحالي. بتحط لحتي بتلف لف، ليش؟ يعني أحلى، بركب الشركة فيه شي واحد أعمى بياخدني. وأنا رح أحكي لكم كلام بعد تجارب 100 سنة. متى قصدت تجمل حالها لحتى ينفتح نصيبها، بتذكر نصيبها ما بتلاقي نصيب كل عمرها. ولو تزوجت ما بتكمل حياة، لأنه النوايا ما في الله، نوايا عشان الناس. أليست هذه ذنوب؟ من عائلة عادية حطت في راسها أنه أنا ما باخذ حيض واحد، يا طبيب يا مهندس،
وجاها غير طبيب غير مهندس ما بتقبل وبتكذب، والله أبي ما رضي، أمي ما رضيت، كذابة هي اللي ما بدها. أليست هذه مؤاخرة بين يدي الله؟ لما إجاك المناسب ما عجبك بدك على كيفك، يا طبيب يا مهندس، وما أجا لا طبيب ولا مهندس وصار عمرك 40 سنة وما زوجتي، بتطقي بحالك لأن أنت خالفتي الأمر. الله اختار لك الرجل المناسب. لا 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 ما بدي، يا طبيب يا مهندس، لأنه أنا يعني يعني مكانتي أنا قبل عرسي بثلاث أيام جوني 3 شباب. قال لي خاطبة ما بدك ياها؟ ليش؟ شفتها؟ لا ما شفتها. بكرة بتشوفها من كيس الفحم سودا زرقاء ما فيها شيء من صفات الجمال. لا شوف شو الله بيختار. بيني وبين حالي مين اللي اختار لي اياها؟ شيخ قال لي ابني بعت امك تشوف فلاني، بعت امي شافتها وامي قالت لي والله يا ابني مثل حكايتي. امي كانت ما بتعرف بالساعة تفرق بين الواحد والاثنين، قالت لي ابني مثل حكايتي. قلت لها والله ماما انا كنت طالب من الله وحده مثل حكايتي. أدي أي من حكايتي، أي خلاص رضيت. ما شفتها غير يوم العرس، فعلا شفتها كيس فحم. شيطان بيلعب فيه. قلت الحمد لله، هل الله بعث لي إياها سودا زرقاء ما حدا بيطلع فيها، أحسن ما تكون بيضة شعرة تضيع بعيون الناس. الحمد لله أنا راضي، متزوجنا، قعدت أنا وياها قرابة 45 سنة. بعد 45 سنة تركتني وراحت. خليني معي خادم، ما في، أنا بدي أروح لحالي، وسافرت وتركتني. إلى حق هيك زاوية؟ ما هي اللي زودها، جاها الأوامر. لكن كان إلها أمنية في الحياة، قلت إن شاء الله بموت في حياتك، إن شاء الله بصلي علي شيخ. مين انا لحتى اقول له للشيخ تعال المزرعه لو انطلي عليها؟ يعني ما لقيتها مرتبه. الشيخ اجى من المزرعه وصل لباب الجامع سمع اذان الظهر، قال له صلي الظهر بعدين بروح لعند ابني. فاتت صد ظهر أجنادي. نعم. قال لي مين؟ قلت له هي أم أحمد. ابني ليش ما بتحكي لي؟ أنا بدي أحكي لك، إذا الله هو متولي شأنها أنا شو خلني؟ وصلى عليها وأمنيتها حصلتها. يا ترى هي الأمنية إذا تحصلت قديش تسوى؟ وكيف حصلت على الأمنية؟ ما كان يفوتها صلاة الجماعة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، لك يا مدري حلال اشترينا بيت
يعني روح البيت. لا لا خليني من الجامعة إن شاء الله ما بطلع إلا من الجامعة. وطلعت من الجامعة، كان بالجامع القديم، تعمر الجامع وطلعت من الجامع الجديد. فلما بيكون القصد الله فالله بيسهل الأسباب والمسببات، ولما بيكون القصد شوفوني مين أنا، الله بيسكر عليها الباب وبتندم. يا ما بيجي لعندي بنات بالثلاثينات بالأربعينات بالخمسينات، لما يجي المناسب لا 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 بداية حاطة براسها غير هيك، بداية اللي هي بداية يصير. طيب انت مالك مع الله وشلون بدك يا بدي يصير؟ لبسك شوفوني يا ناس يعني انا حلوة؟ ما بتلبسي لبس مستور وبدك تكوني عند الله انت يسمع كلمتك اللي بدك اياها؟ ما بتحلمي اذا ما انت رجعتي وضعك مع الله. بنطلون الضيق هل ما بتحسن تلبسه لتقطع على ظهره وتنزل الكم شوي هاد شوي هاد لحتى ينزل البنطلون؟ أنا هيك بيقولوا لي، ما بعرف، أنا ما عندي حدا بيجي يلبس هيك. وبدك الله ينفذك اللي بدك إياه ولا بتحلمي وبتعيشي في منهم؟ طب حاطة براسها زين من الناس وعم تستنى لي يخلص دراسة، خلص دراسة بالجامعة وتعين وتجوز وطق قلبها، عايشة على أمل على هوى ما في بناء. كل هذه الأمور تحت عنوان فالله مطلع وهو المتصرف. كثير بيجوا لعندي بشكل طبيعي، في منهم تطلع عيوني بالطول وبالعرض انه يلبسوا مثل ما بدي انا، ما ممكن الا اللي بدهم اياه. بيجوا البعض هذول اللي حاططهم بيتك هيك تلبسهم، انه روحوا احكموا حول لان عم تحكموا معي انا، ما بيسمعوا من حدا هيك بدهم. الهوى هيك، والهوى إذا غلب العبد سيكون العبد عبد الهوى وليس عبد الله. إذا تغلب الهوى على العبد يكون عبد الهوى وليس عبد الله. عبد الله الذي يفعل لله ما بيخطر لباله خاطر، بشوف إنسان بقناعتي يعني إذا وجده وحدي عبدي سودا كثير عليه الله بيبعثه وحدي ملك الجمال، واحد بيستاهل وحدي تكون ملكة الجمال عبعثه وحدي سما غامعة ورضيان ما بيحلم من الرضا. واللي ما بيرضى بياكل قتل، بياكل قتل وبيفرق. فكن مع الله ترى الله معك. قال وهذا جزاء المستهزئ، يعين تطرى استعتل هلا طالعه بالتنوره وكيلو طويل تحت التنوره، هذا استهزاء. سينقلب عليك يوم من الأيام وتقعين في عذاب الله. ومعنى تضع أجنحتها يعني تواضعا
لطالب العلم رضا بما يصنع، حط جناحه على الأرض. أنا إذا رأيت طالب علم حط جناحي على الأرض، ما لي جناحات، أنا لا لي جناحات، أنا ليش ما بتعرفوني مين أنا؟ أجنحاتي. حط الطاعة لطالب العلم مهما كان شأنه. ابني طالب علم، جاب لي واحد طالب علم وصاحب مركز، قال لي بابا هذا علم وعمل ودنيا وآخرة وله مكانته الاجتماعية. قعدت أنا ويا ربع ساعة، بل انت لحاجتك ساح مجال لغيرك، راح الزلمة ابني طلع معه، قال له شو هذا ابو؟ والله ما حكيت شي برات العلم، انا عالم خريج شريعة. سألته كم سؤال بالفقه ما عرف يجاوبني، فنصحته يتبع العلم ويقرأ ما يضيع الوقت سدى. شو الله فاهمه ما بعرف، قال له لأبني أبوك خطير، ابني قال له بيش خطير؟ قال له كل شيء موجود فيه حكالية. فإذا الله أجر على لساني والله أنا ما عندي علم فيه. فوضوع الأجنحة يشير إلى الطيران ونزولهم عند مجالس العلم حبا في العلم وقربا من العالم. هلا في ملائكة هون قاعدة وعم تستمع حبا في العلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في نشر العلم الذي به نجاة النفوس من المهلكات. أنا ما حكيت لكم إلا عشان ما خليكم تقعوا بالمهالك، إذا عالون كبير بفهم هل هواهن غالب ما بتأنوا عن حدا. حتى الحيتان في الماء يعني السمك بالبحار يرجو من الله أن يغفر للعالم، فإنه لما كان العالم سببا في نشر العلم الذي به نجاة النفوس من المهلكات، وكانت نجاة العباد والبلاد على يديه، جوزي من جنس عمله. شو عملت؟ شو نواياك؟ تأخذ الأجر على قدر عملك، لأن الجزاء من جنس العمل. والله أنا بهالسفرة الله أكرمني اجتمعت بشخصيات ما بيخطر لبالي أنا اجتمع بهيك شخصيات. لكن بعد نهاية الجلسة قالوا نحن الله
شرفنا بها الجلسة. أنا قلت الله فدع لي ببركتون، ما أدري لأنه أنا فقير، فجعل من في السماوات والأرض ساعيا في الدعاء والاستغفار لطالب العلم، بل إن جميع الحيوانات والطيور وغيرها كلها تستغفر للعالم ولطالب العلم. ولقد رفع الله تعالى مستوى العلماء على غيرهم، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يسمعون ويلقون وراء ظهورهم كالذين يسمعون ويعملون؟ شتان بينهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أسوأه. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيعملون بأحسنه. غيبة ونميمة وكذب ما عنا، نكون صادقين مع أنفسنا. والصادق مع مخلوقات الله، الصادق مع الله وصادق مع مخلوقات الله، والصادق مع مخلوقات الله، لا يمكن مخلوقات الله تأذيه. ذكر لي شخص له شيخ، ولد صغير هو كان، أبوه قال له الله يرضى عليك روح على السوق جيب لنا الغرض الفلاني. راح أن طلع له كلاب بالطريق، أرجع لعند أبوه قال له بابا ما أحسن تروح أنا في كلاب. قال له ابني قل لهم أنا أبي عبد الله وأبي بعثني، بتروحوا من طريقي ولا نادي له؟ هذا بالماضي كان فيه هيك رجال. راح الولد وصل لعند كلاب، عيطوا الكلاب قال لهم لك لا بقى ترفعوا صوتكم، أنا أبي فلان، تسكتوا ولا نادي له؟ قال سكتوا الكلاب ما عاد حكوا شيء، ومرق من بيناتهم وراح جاب الأغراض ورجع ولا كلب قرب عليه. في الماضي كان في رجال، أما اليوم ما صار بزماننا، زماننا ما صار في حدا اليوم. كانوا لا يغيبون عن الله طرفة عين، أما اليوم كل أيدنا مشغولين بالدنيا. شبت الهم اللي هامم الشباب والبنات بالسفرة، المبايهة لكم، ما في إنسان لبدي حاطن مبايهة على بقليب. وكل ما يشغلك عن الله فهو معبود. أذان الظهر، أذان العصر، ما سمعني، ما حاسين على حالنا، قاعدين مع الموبايل. الموبايل
آلي دي خدمتك، مو آلي لحتى تشغلك. واللي بقى عم يقلب بالموبايل ما بيحس لواحد قال له السلام عليكم ما بيسمع. وهذا مرض المجتمع اليوم. أنا أقول بصراحة يحرم حمل الموبايل على الإنسان الذي ليس هو بحاجة إليه. عندك متجر، عندك معمل، بدك تحكي مع شركائك، تحكي مع عمالك، أهلا وسهلا. أما بس كان تطعب حنك أنا ورفقاتي هذا مو أولى. والفأس الجديد اليوم بالمرحلة الابتدائية بابا بدي موبايل مشان دروسي، كذاب. بس ليش رفيقه معه موبايل هو ما معه موبايل؟ هذا مرض مجتمعنا اليوم. هلا انا لو سألت يعني في حدا بيناتكم ما معه موبايل؟ احد المشايخ قال له انا بجيب لك موبايل، قال لي اعوذ بالله، ابشوف الناس شلون عم يشغلوا فيه فانا احمله بيشغلني عن الله، ما عاد احمله ولا عاد اجيبه لبيتي. وفي ناس الهوايه تبعهم الموبايل. اول ما ظهر الموبايل كنت انا بالكويت، قالوا لي خذ لك شيء واحد تحتاجه. نحن عنا بالبلد ما بيشتغل هذا. قال إيه، رح يجي يوم يصير مسبحة بإيد الناس، خذ لك كم واحد بلاش. جبت واحد وعطيته لواحد، الواحد شغله واستعمله وهراء ورجع لي، لا بيحكي ولا بيسمع ولا بيشعل ضوء. لا لا خلي لك يا الله يرضى عليك مسامح. لكن انا عندي بحياتي ما اشتريت واحد، وانا بضطر بضطر قبل الفجر بأدي تليفونات، لا تنسوا المواعيد، لا تنسوا صلاة الفجر، لا يعني عم يستعملوا لرضاء الله. أما مين منكم معه ويستعمله لرضاء الله فقط يرفع أصبعته؟ والله للهوى عم يستعمله أكثر. لذلك ارجعوا إلى الله وراقبوا الله في الحركات والسكنات وفي الليل وفي النهار، وأن الله معكم حيث كنتم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.